لنذكر أصدقاء الرياضيين بتشكيلة الفريقين في انتظار انطلاق المقابلة. عنا امتير في حراسة المرمى، عنا رقم 2 بن أرماس، رقم 3 بن حليمة. المراقبة الفردية لكل لاعب. بن شيخ تحرر من المراقبة، ينطلق المتبوع بطيب دايما، تركها مليحة المراوغة، زيد السرعة تاعو بن شيخ، فتحة متير رائع متير رائع متير بعد القذفة تاع بن شيخ على الجهة اليمنى في الدقيقة السادسة. نتيجة التعادل 0-0 بين بلدية نفط العاصمة وكيمياء إيوان. جمعية بلباس أبيض وأخضر، البلدية بلباس أخضر وأحمر. محيوس انطلاقة تاع الفجاح، ريحة المحاولة بالحاج يوصل على الكرة، تمريرة ذكية والهدف. أول هدف، يا سلام، كان هدف رائع حقيقة. كانت تمريرة ذكية من بالحاج، تمريرة في منتهى الروعة من بالحاج. شوف الإعادة تاع اللقطة بعد التهاون تاع الدفاع، تمريرة ذكية من بالحاج لتسفوت رقم 8 اللي يوجد الثغرة المناسبة ويسجل الهدف. شوف التمريرة تاع بالحاج، تمريرة ذكية لتسفوت اللي كان كذلك ذكي في إسكانها في شباك أيت مهوب في الدقيقة 10. بلموا في تنفيذ الركنية، وبصري عدل النتيجة، وبصري عدل النتيجة. كل روعة بعد إخفاق الدفاع في إخراج الكرة من المنطقة، بعد إخفاق الدفاع من إخراج الكرة من المنطقة، بصري ينفلت وكقلب هجوم ويعدل النتيجة. شوف الإعادة تاع اللقطة، الصورة البطيئة، بلم وينفذ باليمنى. الدفاع كان باطئ، واحد اللاعبين كان رجع الكرة، وبصري لقطة فنية. يوزعها لي بلمو، زالت عنده الكرة بلمو، يراوغ يفتح في اتجاه بن شيخ، بصري والهدف الثاني، والهدف الثاني من بصري. يا سلام، كانت فرصة رائعة ومباغتة، حيث الدفاع كان يتفرج في بصري والانفلات نتاعو في وسط الدفاع. نشوف الإعادة تاع اللقطة، تمريرة ذكية من بلمو بعد مراوغته لزوج لاعبين، وبصري بضربة رأسية موفقة يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني. هذا هدف غير منتظر، حيث بصري ذكر أصدقائي الرياضيين هو كرة القدم أنه هداف الموسم، ولحد الآن سجل هدفين، هدف الأول عدل بين نتيجة الدقيقة 16، والهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني. هذا نتيجة هدفين لهدف لصالح بلدية نفط العاصمة، هدف مباغت في الوقت اللي كنت نعطي فيه التشكيلة. بالحاج ينفذ ركنية، بن هرماس يدخل، الدفاع يعاني الدفاع، وزنير يخرج الكرة، خرج الكرة بيده زنير، بالفعل خرج الكرة بيده زنير، خرج الكرة بيده بعد ما اصطدمت الكرة بالعارضة. حكم يعطي رمية جزاء. شاهد الإعادة نتاع اللقطة، شكرا لزملائي الفنيين على المجهود اللي يقوموا به أجل إخراج هذه اللقطات بصورة جيدة. شوفوا الإعادة نتاع اللقطة، دفاع كيف يعاني نتاع المولودية، الضغط الكبير على المرمى نتاع يتوهب بعد الضربة هذه، كيف زنير يدخل وبيده يخرج الكرة. يقوم بتنفيذ رمية الجزاء في الدقيقة 11، تصفوت رقم 8. ويسجل تصفوت بكل روعة، كل روعة، الكرة تمشي في جهة وأيت مهوب يرتمي في الجهة الأخرى ويعدل النتيجة، تتعدل النتيجة من جديد
الدقيقة 11 2 2 هدفين لصالح الجمعية، هدفين لصالح بلدية نفط العاصمة، وانطلاقة جديدة أخرى بعد تعديل النتيجة. من شيخ في تنفيذ المخالفة؟ مريرة اتجاه الهجوم بالخير يخرج الكرة. وبويش ما زالت عنده الكرة؟ لا قصها له بالنرم. لا ما زالت عنده الكرة بويش. الهدف الثالث، الهدف الثالث من بن شيخ. حقيقة مهرجان تاع اهداف اليوم بعد دقيقة واحدة من تسجيل الهدف الثاني وتعديل نتيجة من طرف تصفوت عن طريق رمية جزاء، بن شيخ بعد توزيعة ذكية من بويش يضيف الهدف الثالث. خمس اهداف كاملة، خمس اهداف جميلة في المقابلة هذه، مقابلة الدور النهائي لكأس الجمهورية 21 ليحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي. الجمهور يهتز في المدرجات للهدف الثالث هذا، وتنطلق المقابلة. توزيعة ذكية، ذكية يعدل النتيجة، يعدل النتيجة، يعدلها الفجاح بعد ما زنير غالط الحارس تاعو، بعد ما زنير غالط ايت مهوب، الفجاح يعدل النتيجة قبل نهاية المقابلة بثلاث دقائق. حقيقة مهرجان تاع اهداف، ست اهداف كاملة، ست اهداف كاملة تتسجل في الدور النهائي هذا. مهرجان تاع اهداف، وكما قلت الجمعية رغم الحداثة نتاع اللاعبين نتاعها تمس صلاح بويش وبن شيخ. والهدف الرابع، الهدف الرابع الغير منتظر، توزيعة ذكية من بن شيخ وضربة رأسية من بن لمو، والهدف الرابع شيء حقيقة جميل، جميل جدا، شيء جميل جدا. شوف الإعادة نتاع اللقطة، دف مباغت ودينا، والحكم يعلن عن نهاية المقابلة، يعلن عن نهاية المقابلة بفوز مولودية نفط العاصمة بكأس الجزائر 21 وبنتيجة 4-3. أهداف الأربعة تسجلت كالتالي: بوسري في الدقيقة 16:46، بن شيخ في الدقيقة 58، بن لمو في الدقيقة 111، بينما لفجاح سجل في الدقيقة 10، تصفوت في الدقيقة 56، ولفجاح سجل كذلك في الدقيقة 87. يسلم كأس الجمهورية لزمير قائد مولودية نفط العاصمة.